ازاي انت تنصحي البنات اللي بيقولك ايه لا طب خلاص اصل دي طبيعتي انا مش هغير لبسي عشان خاطر حد، بس برضو الاتيكيت والذوق والادب ده اصول واجب. ازاي البنت تغير من طريقتها ان لازم تلبس لبس لائق في مثلا الزيارات العائليه؟ مبدئيا احنا ممكن نقول البنت دي انها ببساطه زي ما بتروحي انترفيو بيبقى ليكي دريس كود، بتروحي نايت كلاب ليكي دريس كود طبعا. هل انت بتلتزمي بالكلام اللي على التيكت سيمي فورمال سمارت كاجوال والكلام ده كله؟ التزمي ان دي حاجه عائليه صح. بلاش العيد لكل مقام مقال بالظبط، وما ينفعش تعملها ان هي بتعمل كده عشان ترضي حد، لا بتعمل كده عشان دي الاصول. طبيعي انت رايحه حفله والدريس كود بتاعها كاجوال، هتروحي فورمال؟ لا طبعا لازم تروحي كاجوال، فدي حاجه عائليه. الاهم انها حاجه كمان ادبيه، يعني بالزبط. حاجه ادبيه انها برضو تروح بحاجات لائقه، ولازم حته تامليه بقى مع النفس كده. انا مش راحه ارضي حد، وفي نفس الوقت انا مش راحه اللي هو ايه اعرض نفسي. ففي نفس الوقت انا لازم ابقى طبيعيه جدا، حاطه في دماغي ان انا مش هعند، رايحة لبس عادي خالص، الكلام ده الضحكة لازم رايحة تتعلم. يعني نيتها خير زي ما بيقول حتى بالزبط. ما بين الزوج يعني مثلا لو اتنين متجوزين مثلا، انا ببقى خارجة مع جوزي مثلا زي ما انت بتقولي رايحين نسهر ليه لبس، رايحين على البيتش ليه لبس، رايحة لحماتي او بالزبط. اهل جوزي ليه لبس، رايحة لاهلي، يعني لكل مقام مقال. فما ينفعش ان انا برضو ابقى يعني مسستمة هو انا رايحة كده فلا هو مش عند، مش عند هو العند ده لازم يتشال. تاني حاجة الفلكسبيليتي أو المرونة، لازم يبقى فيه مرونة في القعدة، لازم يبقى فيه اتصال مباشر بالعين، ما ينفعش تبقى بتكلم حماتها وهي قاعدة عاملة كده مثلا أو بتبص ناحية تانية أو اللي هو إيه مش مديها اهتمام، لازم يبقى فيه اهتمام وتركيز. ما ينفعش إنك تبقي باصة في السقف وهي بتتكلم خالص طبعا. لازم الاهتمام بالكتاب. دي حاجات انت بتقوليها بسيطه جدا، بس في ناس كتير قوي بتعملها وبيكون نيتها مش وحشه. ما هو ده اللي انا عايزه اقول لك، كل الناس بتقرا لغه الجسد طبعا. كل الناس بتتعامل بلغه الجسد، بس يمكن انا بقى بترجم ليه قفلتي من شخص وليه ما قفلتيش من شخص تاني. فلما بيحصل ان هي بتبقى باصه لحماتها مديها ميله اهتمام. ميله ليها كده تدي اكسبريشنز مش اللي هو وبعدين الحاجات دي بتقفل طبعا. الحاجات دي هي اكتشولي او فعليا ما عملتش حاجه غلط، بس هي وصل انطباع حماتها هتقفل منها. اوكي فهي دي الحته اللي ايه الاول انطباع لازم تكسريه ازاي. طيب في